بالنسبة للوزير التجارة، وزير التجارة عودنا بالتهريج، يعني كل ما يقول وكل ما يصرح به هو تهريج. يعني أنا بالنسبة لنا هو مهرج، لأنه إلى مهرج ويزيد الأكاذيب. يعني ما إلى يومنا هذا في منصب وزير مازال ما جالش كيف نقولوا فكرة واحدة وتحقق. كل ما يقوله يصرع العكس، نلاحظوا العكس. يعني الدليل على ذلك شهادة التاجر وشهادة المواطنين، يعني هي دليل قاطع. C'est un échantillon qui ont dit long sur la situation sociale في البلاد. يعني هذا بالنسبة ما يصرح به هذا الوزير. بالنسبة لارتفاع أسعار البترول، والله لو كان ارتفع البترول إلى 200 دولار ولا أكثر من ذلك، ما راهنيش يستفادوا منه المواطنين، ولا يستفاد منه البلاد، ولا تستفاد منه التنمية، لأنه فيه كيفاش نقول فيه توزيع، في توزيع باطل في الـ في الـ في الـ في الـ كيفاش نقول في المدخول نتاع البترول. في توزيع فيه غموض، ما فيه شفافية، في ما حتى كي يديروا لا لوا دي فينونس عندما يوزعوا البودجي ما يوزعوش على حسب على اساس الحاجة، لأنه كاين قوة الضغط أو نقاط قوة الضغط ولا أفواج الضغط ولا الناس اللي تحط القرار اللي هما لهم القرار، كالجيش مثلا اللي هو دائما يستفاد بحصة الأسد. هذا اللي باين، خليها الشيء اللي يفوت تحت الطاولة وما يشوفوا حتى حد. يعني عندما تكون الجزائر وعندما تكون بلد تسير في الغموض، تسير في غياب الشفافية، تسير في القمع، تسير في غياب النقابات، في غياب احزاب المعارضه، تسير في غياب مجتمع مدني اللي يقول كنت واللي عنده توجيه في الاقتصاد في كل المواضيع الوطنيه. اذا هذا ما يجرى، هذا هو الشيء، هذا هو الاساس. لانه اليوم دائما انا نقولها، وهذا الشيء اللي يبدو يعني هذه هي الحقيقه، لانه اصحاب القرار اليوم استفردوا باموال هذا البلاد، واستفردوا بخيرات هذا البلاد، واستفردوا بكل شيء في غياب النقابات، لانه غلقوا افوام النقابات، سدوا على الاحزاب، سدوا لكل الاصوات اللي ما تمشيش في صالحهم، وبقوا وحدهم اصحاب القرار. وزاد حتى الحراك ما راهوش متواجد، الا راهو متواجد بصوره اخرى، ولكن في الشارع ما راهوش يضغط كما كان يضغط. هذا اللي خلاهم يستفردوا بكل القرارات ويتصرفوا التصرفات اللي راهم يتصرفوها اليوم. يعني وهذا خليني انا الا كان راني نهضر، انا ما رانيش، ما جايتنيش امر غريب، لانه هذا نتائج اللي نستناوها من نظام اللي مبني، نظام اللي يقصي كل، يقصي الخبره، يقصي الكفاءات، يقصي الناس اللي المفكرين، يقصي النقابات، يقصي الاحزاب، يقصي كل ما يمشيش معاه في الرؤيه نتاعو الوحدويه. يعني هذا الشيء منتظر جدا، واللي بالي كل العلاقات وبالي والمؤسسات اليوم مسيره على راسها الناس اللي تقول نعم. يعني مؤسسات كل معظم المؤسسات، ما نقولش اغلب المؤسسات اليوم مسيره من نفس تاع بني ويلي، ليس الا يعني اليوم ما يمكنش واحد، ما يمكنش واحد ان نقولها بكل شجاعه، ما يا با نوميناسيون دو والي ولا تاع وزير ولا تاع مدير تنفيذي على مستوى ولايه، وما يكونش يمشي في الخط اللي راهم باغيينه هما يمشوا فيه. هذا هو، هذا سكو نابيل اون فرونسي ان ايتا اون بلان ديليكيسونس، اللي يقصي الكفاءات، اللي يقصي الخبرات، اللي
اللي يبني كل العلاقات والتسيير على الموالاة، على الناس اللي تحط رأسها، على الناس اللي تقول نعم لكل القرارات، على الناس اللي عندها ماضي أسود، على الناس اللي طامعة، اللي كيفاش نقولوا غاويها الطمع في المناصب إلى آخره. نعطيك مثال، البرلمان اللي انتخب اليوم واللي انتخب هذا القانون نتاع رفع الدعم على 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 المواد الأساسية، وهل من كل هذو تقريبا 400 نائب هل فيهم واحد اللي اليوم ما حصلش، اللي مر عليه شهر وما حصلش على الأجرة نتاعو شهرية؟ هل فيه نائب اللي ما داش لي بريم؟ هل فيه نائب اللي ما داش لي فري ديميسيون؟ هل فيه نائب اللي انتظر اليوم باش يحصل على كل لي بريفيلاج نتاعو؟ ها هذا لازم انا على راني نقول في هذا الكلام باش يتفطنوا الناس اللي راهم حاسبين بانه كاين ناس اللي عندهم نيه وباغيين يخدموا وباغيين يغيروا من الداخل. هذا انا راني نتكلم في هذا الكلام باش الناس تفطن، اللي راهي ما زالت تفكر بانه ممكن التغيير من الداخل، ممكن الناس تغير من الداخل. هذا غير ممكن. اليوم التغيير لازم يكون جذري. هذا الناس اللي راهم على راس الجزائر راهم تدينها، راهم رايحين تدينها للخراب، راهم تدينها للعنف، لانه الخطر عندما يكونش الامن الغذائي. يا اخ جمال، كل تولي كريتير نتاع غياب الامن الغذائي راهي موجوده، الندره في المواد الاساسيه، واليوم اللي يقول راهو موجود معناته راهو يكذب. امام كل على مستوى كل الولايات فيه ندره في الزيت، فيه ندره في الحليب، فيه ندره في السميد، فيه ندره في البطاطا، فيه ندره في الحبوب اليابسه. إلى كان بكري كان كنت اسمح لي الأخ جبر الله يخليك ما تقاطعنيش لأنه الأمر خطير جدا. إلى كان بكري كنا نتكلم على المواطن ما يقدرش يحصل على ياكل الحوت وياكل السردين وياكل اللحم وياكل ديك وياكل. اليوم المواطن ما راهوش يحصل على شكارتي على الحليب بسحور ذراع، يعني لاشي دي بورا سقوط القدرة الشرائية اليوم وصلت واحد الوضع عمرنا في الجزائر ما شفنا له. وكي نتكلم اسمح لي حتى في التعريف تاع القدرة الشرائية فيها غلط. عندما نتكلم على القدرة الشرائية ماشي زي برك مشاكل في الفصول على اللحام وعلى الحليب وعلى الزيت وعلى لا يا ودي، كي نتكلم على سقوط القدرة الشرائية هو أيضا وهو ضروري باش نتكلموا على 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 الصعوبات في الحصول على الشوان، على الصعوبات باش الواحد يدير كونسلتاسيون دونتير، على الصعوبات باش الواحد يدي ولادو يدير لهم النظريات الطبيه، على الحصول على الصعوبات باش الواحد يروح يدير كونسلتاسيون ميديكال، على الصعوبات باش الواحد يخلص فاتوره التليفيتي، باش يخلص فاتوره الماء، باش يخلص فاتوره الجاز، باش يخلص الاجره تاع السكن، يعني باش يخلص الترونسبور، باش ينتقل يوميا الى عمله. هذا هو اليوم المعاناه اللي راح نعانوا منها بسبب اسمح لي بسبب عدم التسيير وبسبب الرفض تاعها هذا النظام باش يسمع للناس اللي راهم يقولوا له باللي لازم توقف ونراك لان راك فت الحد تاع الخطر. هذا هو اللي باش نقولوا اخ جمال.